حبايب قلب سمسمة، لو حابين تعرفهم انا عملت الهريسة الدمياطي او الهريسة الدمياطي ازاي بكل تكاتها وحركاتها والجمال ده كله، يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف كل التكات والحركات. بس لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان توصل لك كل التكات والحركات وتحطوا السمسمة احلى لايك. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا التكات والحركات والدلع ده كله، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده خيال. يلا بينا نشوف كل التكات والحركات ونشوف الدلع ده كله عملنا ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، طبعا هي وصفة دمياطي، بما ان انا دمياطية فقلت لازم اعمل معاكم الوصفات الجميلة التحفة دي. بس بتمنى كل اللي شاف القناة لأول مرة يعمل اشتراك ويفعل الجرس على كل علشان توصل له كل التكات والحركات، وطبعا يحط السمسمة احلى لايك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. هنعمل الهريسة الدمياطي بكل تكاتها وحركاتها، وطبعا احنا في دمياط مش بنقول الهريسة، بنقول الهريسة، فطبعا بتختلف النطق او الكلام في كل مكان. بتمنى من كل قلبي النهاردة الهريسة او الهريسة الدمياطي تعجبكم. يلا نشوف مقاديرنا ونقول بسم الله. معايا حبايب قلبي نص كيلو من دقيق السيمولينا او السميد، معايا معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، معايا نص كوباية من المكسرات المبشورة او البندق المبشور، معايا كوباية من السمنة، طبعا دي سمنة سمنة بلدي على سمنة صناعي، بتبقى حلوة جدا الاتنين مع بعض، بتبقى خفيفة وحلوة وبرضو بتبقى ريحتها تحفة جدا. معايا نص كوباية من جوز الهند المبشور الناعم، معايا نص كوباية من السكر، معايا 3 معالق ونص من المية، ويلا بينا نشوف كل التكات والحركات ونشوف الطريقة ونحط السمسمة احلى لايك. يلا نقول بسم الله. اول حاجه هجيب معايا طاسه او حله او اي حاجه انت هتستعمليها، هبتدي احط كميه الميه اللي انا قلت عليها اللي هي من 3 ينزل كده بعسل الجلوكوز. طبعا احنا عارفين ان عسل الجلوكوز بيبقى تقيل، نحاول ان احنا ننزل المعلقه كلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طريقتها مفيش اسهل ولا اسرع من كده، يبقى انا حطيت الاول المية ونزلت عليها معلقة العسل الجلوكوز، هاخدهم بقى ونروح على النار. هبتدي حبايب قلبي ادوب عسل الجلوكوز كده، طبعا زي ما قلت لكم احنا هنحطه على نار متوسطة كده علشان خاطر ما يتحرقش مننا. نقلب كده كويس لحد ما نحس ان هو ابتدى يدوب. طريقة سهلة جدا جدا، ودي الطريقة يا جماعة الأصلية، طبعا الدمياطية الأصلية زي ما قلت لكم. طبعا دمياط مشهورة بالحلويات وطبعا مشهورة بالتكات والحركات، فبتمنى من كل قلبي الهريسة أو الهريسة تعجبكم. ندوب كده كويس جدا زي ما احنا شايفين، أنا دوبت أهو. هنزل بقى بجوز الهند اللي هي نص كوباية جوز الهند وأقلبه كده تقلبتين، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. خلاص كده حبايب قلبي انا كده مرحله النار بالنسبه لي خلاص خلصنا، يلا بقى نكمل التكات والحركات. حبايب قلبي هبتدي اجيب خليط جوز الهند وعسل الجلوكوز اللي احنا عملناه على النار، وابتدي انزل بيه كده على دقيق السميد او السامولينا او دقيق البسبوسة، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. هنضيفه كده كله، هقلبه بقى حبايب قلبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نقلبه كويس كده، كمان هنزل بنص كوباية السكر وابتدي اقلب بقى كل الخليط ده كده معانا. بصوا شايفين طريقة سهلة جدا جدا،
ومفيش أجمل من كده. لو حابين نضيف فانيليا هنضيف برضو فانيليا كده في مع الخليط بتاعنا. هبتدي اضيف رشة كده من الفانيليا، هتديها برضو طعم وريحة حلوة جدا. اقلب كده حبايب قلبي، زي ما احنا شايفين جوز الهند اختفى خالص مع الدقيق والسكر اهو، بصوا حاجة كده تحفة جدا. هبتدي انزل بقى بالسمنة وادوب كويس، او اخلط السمنة مع الدقيق. طبعا احنا مش بنعجن زي البسبوسة بالضبط، احنا هنخلط او هنبس السمنة بالدقيق كده زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي. هبتدي زي ما قلت لكم هنبس كده، طبعا اسمحوا لي في الوقت ده ان انا هستخدم ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم، هبس كويس جدا كده. مش قادرة اقول لكم بقى على ريحة السمنة البلدي، بتبقى حلوة جدا في الحلويات، يعني انصحكم ان انتوا تجربوها لانها بصراحة ريحتها، وطبعا الفانيليا اللي احنا بنحطها دي بتفرق كتير في الطعم زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي. بقت معانا بسم الله ما شاء الله، شايفين كلها اتغلفت كده بالسمنة وبسيناها زي ما بيقولوا حاجة كده، اللهم بارك. هبتدي اجيب صينية، طبعا الصواني اللي هي البسبوسة اللي بتبقى الحافية بتاعتها يعني بتبقى صغيرة. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، انا جبت الصينية اهو معايا ودهنتها كمان دهنة محترمة كده من السمنة. هبتدي انزل بقى بالهريسة كده، حبايب قلبي زي ما احنا شايفين هبتدي بقى افردها كويس جدا، ولازم ان انا اضغطها علشان خاطر تتماسك كده مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا زي ما قلت لكم احنا هنا في دمياط مشهورين جدا بالحلويات والجمال ده كله، فبتمنى من كل قلبي تكون كل الوصفات اللي احنا بنعملها تشرف دمياط كده، وبنات دمياط طبعا وستات دمياط. وطبعا ما تنسونيش في الدعوة الحلوة وفي اللايك، وفضلا منكم وليس امرا ان انتوا دايما كده تدعمونا بالاشتراك، وطبعا ما تنسونيش زي ما قلت لكم في الدعوة الحلوة اهم عندي من الدنيا بما فيها، وجودكم عندي شرف، وهو ده الدعم بتاعكم هو اللي هيوصلني ان شاء الله ويكبر لي القناة. بصوا شايفين انا بضغط وبساوي كده، شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. طبعا انا عاملاها في صينية مقاس 22، بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا ازاي، بنضغط كده كويس جدا. زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي انا ضغطت الهريسة كويس جدا. هبتدي بقى اجيب البندق بتاعي واحطه كده، اي مكسرات عندك بس هو يفضل البندق، الهريسة الدمياطي بيتحط فيها بندق كده. هبتدي ان انا اوزعه، وطبعا هضغطه ضغطة كويسة جدا علشان خاطر ما يطلعش كده مني. بسم الله الرحمن الرحيم، الضغطة دي يا جماعة مهمة جدا ان احنا نعملها في الهريسة. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا ازاي، ممكن تجيبي كوباية وتضغطي بيها، او طبق كده يكون يعني يكون جامد كده، بحيث ان انت لما تضغطي بيه يقدر ان هو يضغط معاكي كويس جدا الهريسة. انا كمان هجيب معلقة اهو، يعني معلقة بقى طبق اي حاجة تضغطي بيها كويس جدا. الضغطة دي يا جماعة مهم جدا ان انت تخلي المكسرات كده يعني زي ما نقول تمسك في عجينة البسبوسة او في دقيق البسبوسة كده.
علشان خاطر ما تفرفطش منك قدر الامكان وانتي بتقطعيها. خلاص هنضغطها بقى كده، وهدخلها طبعا على فرن ساخن درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. وطبعا يعني النص ساعة دي حسب حجم الصينية بتاعتك، لو صينية كبيرة شوية بتاخد وقت طبعا اكتر، فالصينية بتاعتي دي هتاخد معايا حوالي نص ساعة. طبعا انا محضرة سيرم او شربات تقيل وسايباه يبرد، وطبعا كلنا عارفين بنعمل السيرم ازاي. الهريسة بتحتاج ان احنا نستعمل لها شربات يكون تقيل وبارد. فيلا بقى ندخلها الفرن، وبعد ما تخرج من الفرن نرجع نشوف كل التكات والحركات وتحط السمسمة اللايك. حبايب قلب سمسمة بسم الله ما شاء الله، الهريسة او الهريسة الدمياطي خرجت من الفرن كده زي ما احنا شايفين، شكلها ولونها تحفة. لازم بقى وهي سخنة ننزل عليها بالسيرم او بالشربات التقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا عاملاه وسايباه كده يبرد، لازم يا جماعة يكون تقيل ويكون بارد. طبعا هي عكس البسبوسة خالص، البسبوسة بتبقى السيرم بتاعها بيكون سخن او دافي وبيكون خفيف. هنسيبها بقى يا جماعة تشرب كل السيرم او الشربات ده، ونسيبها تبرد خالص قبل ما نقطعها، وهسيبها لحد ما تبرد وهنرجع نشوف كل التكات والحركات. يلا حبايب قلبي نقول كده بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سامعين، بسم الله ما شاء الله القرمشة بتاعتها تحفة جدا، بصوا شايفين حاجة كده تحفة، بصوا يا حبايب قلبي انا هبتدي ان انا كده اشيل. بصوا شايفين الجمال بقى، شايفين الحلاوة، شايفين التكات والحركات، بصوا كده على الصينية، بصوا شايفين الجمال. اوفر كتير طبعا، احنا كلنا عارفين ان الهريسة او الهريسة الدمياطي بتبقى غالية في المحلات، يعني ما كلفتنيش حاجة خالص ومعمولة بكل حب ونظافة. بصوا التكات والحركات والدلع ده كله، بصوا يا حبايب قلبي شايفين من جوه عاملة ازاي ولونها تحفة جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني شكلها وطعمها يعني كأننا جايبينها من بره وأحسن كمان. أتمنى من كل قلبي تكون طريقتي في الهريسة الدمياطي عجبتكم، وطبعا تكون كده طريقة سهلة ومبسطة ومقاديرها موجودة في كل بيت. واتمنى اللي شاف الفيديو يا ريت يا جماعه لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان توصل لكم دايما التكات والحركات. وفضلا منكم وليس امرا، اللي يعجبه الفيديو يا جماعه او اي فيديو على القناه يعمل له شير على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيس والانستجرام والواتساب، اي حاجه من الحاجات دي يا جماعه علشان خاطر بيكم وليكم هنكبر ان شاء الله ونكسر الدنيا. بتمنى من كل قلبي تكون الهريسة الدمياطي او الهريسة الدمياطي عجبتكم بكل تكاتها وحركاتها، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسمة.